هذه قمة استثنائية حقيقة، القمة العربية 32 أخذ، رغم أنه سماها القمة العربية ولكن في طابعها واعتبارها استثنائي، قمة المجالات الحيوية والأعماق الاستراتيجية، خاصة أنها تأتي في خضم مراحل كثيرة، 2008 أزمة الرهن العقاري، 2019 كوفيد 19، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أزمات الطاقة، أزمات البيئة. بالنسبة لعودة سوريا إلى أعماقها الاستراتيجية الحقيقية، بدأنا بمراحل، ولكن الآن الاستثنائي في هذه القمة أنه القمم تقريبا السابقة منذ تأسيس جامعة الدول العربية ومؤتمر اسكندرية 1945 شهدنا عدة قمم، قمم الخرطوم 67، اللاءات الثلاثة، قمة بيروت 2002 وموضوع الأرض مقابل السلام بأطر محددة، لكن هذه القمة تأتي في وقت صعب، لابد أنهم ينظرون بفكر متقدم وليس تكتيكي وقتي مرحلي، خاصة نحن نتكلم على المحاور الشمالية لسوريا، العراق، تركيا مهمة للغاية، كذلك المحاور الجنوبية اليمن، المحاور الغربية السودان. هذه القمة لابد أن يلازمها أيضا التغيرات القرن 21، النظام ربما نشهد نظام متعدد الأقطاب، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي تشهد موضوع اقتصادي هام اللي هو تمرير رفع سقف الدين الذي وصل إلى 31 تريليون دولار، فهي منشغلة رغم أنه أولويات المتحدة الأمريكية أولوياتها إلى ما هو أبعد من ملفات الشرق الأوسط لو جنوب بحث والصين، ولكن الآن نحن في مرحلة مهمة، المملكة العربية السعودية أضحت الآن مركز ثقل استراتيجي محور ارتكاز لتعزيز العمل العربي، ولكن الآن الغالب يتحدثون عن ملازمة الاستثمار والاقتصاد مع الأبعاد السياسية، الجيوسياسية، الثقافية، البيئية، المجتمعية. طبعا الطموح والأمل كبيرة جدا جدا، ولكن بدأوا يتعاملون ببراغماتية بواقع سياسي بالواقع على الأرض. في وجهة نظري أنه العراق وسوريا هما مفتاح الحلول للعديد من مشاكل الشرق الأوسط، خاصة في المحاور الشمالية، خاصة ما يحدث بأمتنا العربية من أخطار، مهددات، تحديات. فالكل الآن يقدر ويقيم الموقف، ولا نملك رفاهية الوقت، لا بد من اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لمواكبة الأحداث القرن 21، الثورة الصناعية الرابعة أو اقتصاديات القرن 21، الاقتصاد والأمن والسياسة يسيران في خط واحد. سيدة روان، شو هي طبيعة هذه القرارات اللي يجب أن تتخذ سريعا دكتور محمد؟ يعني نحن عم نسمع بالحل السياسي، ولكن ما حدا عارف، أو في البعض من يسخف فكرة الحل السياسي، لأن بالنهاية سوريا هي من انتصرت كما يقولون. شو هي سبل الحل اللي يجب أن تبحث والقرارات التي ستتخذ؟ هو الملف، يعني هناك ملفات كثيرة، نقول أهلا بعودة سوريا إلى عمقها وحضنها العربي بعد انقطاع أكثر من 12 عام، ولكن هناك ملفات يمشون خطوة مخطوة وفق أولويات كثيرة، ومن ضمنها الملف السوري. ولكن الآن لابد أن يتخذون قرارات، يبدأون في وجهة نظري الآن في موضوع الاستثمار والاقتصاد، تشكيل ربما شركة اقتصادية استثمارية لاقتصاديات الاثنين.